مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بمناسبة اقتراب موعد انتخابات رئاسيات 2024، قررت المؤثرة مايا رجيل بالإدلال بصوتها في مراكز الانتخابات، حيث اعتبرت أنه حق من حقوقها كمواطنة جزائرية. مايا تكوني في الجزائر في الانتخابات بيان سور، انا دون 3 جوغ ندخل شوفوا البنات، انا نشوف بلي كيما سي امبورطون انو سيبورتي ليكيب تاع الجزائر، سي امبورطون ندافع على الباتريمون الجزائريان، و سي تري امبورطون باش نمثل بلادي في كل بلاصه، نشوف بلي سي تري 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 امبورطون تاني انو نفوتي، حاجه مهمه جدا عندي، تما لي نحس روحي سيتوايان الجزائريان، تما نحس روحي انا مواطنه جزائريه كي نروح نفوتي، نحس بلي انا عندي كلمه في هاد البلاد، انا انسانه جزائريه عندي كلمه في بلادي، كي نروح نفوتي نحس صوتي راهو مسموع. سي بور سا انا كي كنت صغيره كنت نشوف بلي زعما غير الكبار راح يفوتيو، غير ماما بابا عمي جدي، كنت نقول وحنا الصغار كنت صغيره كان على بالي غير الكبار اللي يقدروا يفوتيو، وحنا الصغار ما نقدروش تلمو كنت نشوف غير هكا جيراننا لا فامي الكبار والدينا غير هما اللي يروحوا للفوت، قلت نقول حنا لي جون ورانا علاش ما نفوتيوش، ما عندناش الحق في هذه البلاد باش نسمعوا صوتنا، فينالمون نو حنا فنيانين غير نوضي روحي فوتي حبيبتي سمعي صوتك بيني بلي تو اكزيست، هذه بلادنا كامل سورتو حنا لا جونيس حنا لافينيغ تاع بلادنا، حنا اللي لازم نسمعوا صوتنا، حنا اللي لازم نبينوا ليكزيستونس تاعنا، حنا اللي لازم نبينوا الوطنيه تاعنا في هاد لي تروك، انا شوف بلاد هما الامور المهمه اللي صح لازم الانسان يبين فيهم حبو لبلادو، وهادو هما الحاجات اللي صح لازم نبينوا الوطنيه تاعنا فيهم. لعرض اعلاناتكم على باخه باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.